الناس اللي كانت عم تصلي فيه بحدود ال 200 رجل تحت، وفي بيناتهم أطفال كانوا كمان مجموعين عم يصلوا بينات الناس اللي موجودين هون. وبعد ما طلعوا أول ضربتين طلعت الناس، ضرب طيران الاستطلاع استشهد شيء 30 لل 35 شخص برا، وباقي اللي موجودين هون شيء 50 شخص تحت الإنقاذ، ومنهم أخوي استشهد مصطفى سعيد الشيخ.